السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم مطالب سراء أمجد كلية طب الأسنان المرحلة الثانية. اليوم راح نحكي عن الدراكس ديد السريع. الدراكس هي مصطلح عام يشمل الأدوية اللي يستخدمها الطبيب للعلاج، تنقسم إلى عدة أقسام. راح نتعرف على أشهر أنواعها اللي هو الأنالجيسيكس والأنتيبيوتيك. الأنالجيسيكس هي مجموعة من الأدوية اللي تكون مصممة حتى تخفف الألم بدون تقطع الإحساس. تنقسم إلى نون أوبويد أنالجيسيكس، واللي تعرف بأنها مجموعة من الأدوية المسكنة اللي تشتغل عادة بمكان الألم عن طريق قطع سلسلة التفاعلات التي تؤدي للإحساس بالألم. راح نتعرف على البروستوغلاند اللي هي عبارة عن مجموعة من المواد اللي تكون مسؤولة عن الالتهابات، يعني أيضا راح تسبب الجسم وتفرز البروستوغلاند حتى تتصرف وتحل المشكلة، وهاي بدورها راح تزيد حساسية الأعصاب بالإحساس بالألم وحتى نعرف ونحس إن أكو شيء غلط يصير في جسمنا. من الأمثلة على النون أوفويد أنالجيسكس اللي هو بنادول أو الباراسيتامول، اللي طبعا الميكانيزم ما تكون غير معروفة، لكن نعتقد العلماء بأنه يعمل على تثبيط أو منع تصنيع البروستوغلاند اللي تكون بالسنتر نيرفي سيستم. طبعا النوع القسم الثاني اللي هو avoid energy sex اللي تكون مجموعة من الأدوية تشتغل بشكل مباشر على السنتر من الفويس سيستم، وأدلها تقسيمات عديدة. حتى نقدر نوصف العلاج المناسب للمريض، راح نقسم الألم المحتمل يصيب المريض إلى 3 أقسام. الميند ويشمل عمليات قص اللثة، والمودريت ويشمل لنا surgical extraction اللي عمليات القلع الجراحية، والسيفر اللي يشمل لنا كومبليك امبلانت او بارشل او فيلي امباكشن سيرجري.